يا ربي، وبعدين في العقربه اللي بره دي مش عارفه كل ما تيجي تنكد عليا ليه. الله يخرب بيتك يا شيخ، اروح اقتلها دي ولا سمها ولا بلغ عنها دي ولا ايه؟ يا رب يا رب خد لي حقي يا رب منها، ونكد عليها زي ما بتنكد عليا. يا رب كل ما تيجي تنكد عليا يتنكد عليها، تيجي تعمل لي مشكله يتعمل لها مشكله. العقربه اخت جوزي، ربنا ينتقم منها. انت بتدي عليا يا سماح؟ يا لهوي، لا اخفى عليكي، ادعي عليكي ازاي، ده انت حبيبتي. لا يا شيخه، حبيبتك برضو. والله حبيبتي، استغفر الله العظيم. طيب انا بقى هوريكي يا سماح، يا بنت ام سماح، ليلتك النهارده مزفته ومنيله بستين نيله. ليه بس كده يا حبيبتي؟ ده انا بحبك والله. بتحبيني صح، ما هو باين، واكيد بتقولي للعيال عمتكم العقربه راحت، عمتكم العقربه جت. ها؟ لا لا لا، يستحيل، اخفى عليكي. ماشي، انا بقى هوريك. اخويا حبيبي، انا بتهزق في بيتك وبتشتم وبيدعي عليا في بيتك. يا نهار اسود، وبعدين بقى هتعمل لي مشكله جديده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ جاتني فكره حلوه قوي، انا هخبط دماغي في الحيط واقول ان هي اللي خبطتني واتبلى عليها. يا دماغي، الله يخرب بيتك. انت يا ست هانم، انت ازاي تشتم اختي وتهزقيها في بيتي؟ ها؟ ايه ده؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ اختك هي اللي عملت كده. ها؟ انا يا كذابة؟ ايوه انت، حرام عليك، انا عملتلك عشان تعملي فيا كده. وهي عملت فيكي كده ليه؟ كل ما تيجي تعمل مشكلة، فالمرة دي جت فبقول لها بلاش بلاش يا حبيبتي تعملي مشكلة، احنا اصحاب واخوات، بلاش كل مرة نقعد ننكد على بعض كده. قالت لي لا، انا بحب قوي انكد عليكي، والله ما انا سايباكي النهارده غير لما انكد عليكي. راحت ضرباني وطلعت تجري عليك. شوف الولية ليه كده يا تنكة هانم، بتعملي كده ليه؟ ده انا اخوكي برضه، ليه بتحبي تنكدي عليا وعلى مراتي؟ هو انت هتصدقها؟ ايوه طبعا مصدقها، ما هو على وشها اهو، بص مخبشماها ازاي. بصي، انت اختي وعلى عيني وعلى راسي، لكن لو وجودك هنا هيعمل لي مشاكل بيني وبين مراتي وهتتعدي على مراتي بالشكل ده اهو، يبقى بلاش تيجي وخلينا اخوات كده من بعيد لبعيد احسن. اخفى عليك، بتقول لنا كده؟ ايوه بقولك كده عشان ما نخسرش بعض، ما ينفعش تيجي بيتي وتتعدي على مراتي. ماشي يا اخويا، يا ابن ام وابويا، ربنا يسامحك. والله انا رايحه قايله لبابا وقايله لماما وحموكش جوزي عشان يجي ياخد لي حقي منك. استني يا تنكة هانم، ما تزعليش، ما ينفعش كده يا حبيبي، دي اختك برضو. انت زعلان عليها بعد اللي هي عملته فيكي ده؟ ايوه، انا ما يرضينيش ابدا ان انت تزعلوا مع بعض عشان خاطري. ياه، انت طيبه قوي، ربنا يخليك يا حبيبي. روح وراها بس وراضيها، وقولها ان احنا اخوات واصحاب، بس بلاش ينكد علينا وتعمل مشاكل. خلاص ماشي، هروح. الحمد لله اخدت حقي منها، يا رب بقى تتعلم بقى وتبطل تنكد علينا وتنكد على نفسها. انا مش عايزه مشاكل ما بين الاخوات، بس برضو ما ينفعش تيجي تعمل كده فيا وتنكد عليا. ربنا يهديها يا رب.